بزاف منا تلقاه ما شاء الله يصلي، يحاول ما يديرش الحرام كذا، بصح يقول لك حاسب بلي راني بعيد على ربي سبحانه. كي تجي تشوف تلقاه يوم عادي، ينوض صباح بعد ما تشرق الشمس، ديجا ضيع صلاه الفجر، يروح يخدم ولا يقراها ويخدم ويقصر مع اصحابه، يا اما في يوميات يا اما مع الاسف غيبه ونميمه، ومع طريقها شويه ذنوب صغار هذاك. ويرجع العشيه يهز تليفون تلقاه طالع هابط، شويه تفاعل على شويه حوايج ضحك على شويه اخبار. تدرك داير في بالك بلي هذا الشخص يهز يديه ويقول الله اكبر، راح يتفكر ربي سبحانه، لانه كاين حاجه اسمها المدخلات. واش تدخلوا لعقلك سواء تسمعه ولا تشوفه ولا تحكي عليه، هذاك اللي راه يحدد لك اهتماماتك واولوياتك ويصنع لك نظرتك للحياه. ساو الحل انك ترجع ربي سبحانه في المدخلات تاعك بخمس حوايج: صلاتك في وقتها وبطمأنينة، صفحتين من القرآن تقراهم وإذا ما قدرتش اسمعهم، أذكار الصباح والمساء ومعهم الاستغفار ولا إله إلا الله 100 مرة، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. رابع حاجة درس يومي تستمعه لأي داعية تحب، وأنا اقتراحي الشخصي مصطفى حسني. خامس حاجة كون واعي بالمدخلات تاعك، واش تشوف واش تسمع ومع من تقعد، وخليها ترضي ربي سبحانه.